اللي اتولد 1914، وشاءت الظروف وهو شاب صغير جدا، يعني يمكن ما كملش 25 سنة، انه يشوف عزيزة امير ويتجوزها، وهي اكبر منه في العمر يعني. والتاني هو عز الدين ذوالفقار. محمود ذوالفقار ده مهندس معماري، يعني كان في مدرسة العمارة زمان، فهو خد دبلوم مدرسة العمارة، يعني زي بكالوريوس كلية الهندسة قسم عمارة. لكن هو بعد شوية بسيطة جدا قرر ان هو عايز السينما وعايز يمثل وعايز الحاجات دي. محمود ذوالفقار اتجوز مرتين، عزيزة امير، ثم اتجوز نجمة او ممثلة صغيرة قوي في العمر، كانت مريم فخر الدين. وعلى فكرة كانت مريم فخر الدين في هذا الوقت اما بقت نجمة يعني، كانت بتاخد 2000 جنيه في الفيلم، يعني 2 مليون دلوقتي، يعني حوالي 2 مليون. فكان هو محمود ذوالفقار هو أكبر منها في العمر بكتير، وبعدين هم عيلة ذوالفقار عندهم داء إن هم يضربوا ستاتهم، يعني ضرب الستات عندهم فريضة يعني، فريضة. أهلا زياد بيه، نورتنا. ميمات الرجولة يبدو هذا، يعني إن هما يضربوا الست بتاعتهم لو خلفتهم في أي حاجة يعني، يعني حتى صلاح ذوالفقار ضرب شادي، وده كان سبب من أسباب الطلاق. وعز الدين كان بيضرب فاتي، ما شاء الله يعني. شادي يعني اللي كان بيضرب.